كل الأسئلة متواصلة معاكم مستمعين الكرام ومع أسئلتنا اللي نبحث لها عن إجابات. مر الفصل الصيف وطبعا نعرف كثرة الأعراس والزواجات. البعض كان يتكلم عن موضوع مهم جدا له موضوع الفحص الطبي قبل الزواج، ويعني البعض كان يربط بعض الزواجات الناجحة بمسألة الفحص الطبي صحيا لأبنائهم. سمعنا وايد عن موضوع الفحص الطبي، لكن هل سمعتوا عن الفحص الجيني قبل الزواج؟ هذا السؤال اللي راح نحاول نجاوب عليه من خلال ضيفنا في الدقائق القادمة، الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. مساك الله بالخير دكتور وحياك الله معانا. مساء الخير اختي خلود، احب امسي عليك ومسي على كل مستمعيك، وان شاء الله يكون حوارنا يوصل لمرحلة هادفة باذن الله. باذن الله تعالى. اول شيء دكتور، يعني خبرنا عن أهمية هذا الفحص، يعني بشكل عام عفوا الفحص قبل الزواج. نعم، هو انا احييكم على طرح هذا الموضوع المهم والحيوي حقيقة، هو الفحص الطبي قبل الزواج. لو عرفنا الفحص الطبي قبل الزواج بسرعة كذا، هو قيام الفرد بإجراء فحص معين لمرض او ظاهرة مرضية معينة معروف انها تنتقل من الآباء الى الأبناء بالتزاوج، وبالتالي الفحص الطبي قبل الزواج تنوع في يعني وسائله، تنوع في المستهدف منه من مكان الى اخر. في عمان احنا عندنا الفحص الطبي قبل الزواج حاليا هو عن امراض الدم الوراثيه الثلاثه، باعتبار امراض الدم الوراثيه تشكل الحجم الاكبر حقيقه من الامراض الوراثيه اللي ممكن تنتقل بالتزاوج بين حاملي الاصابه، وهي مرض الانيميا المنجليه ومرض ثلاسيميا ومرض نقص الخميره. فما يحدث حاليا هو هذا الشيء، يعني هذه الثلاث يمكن امراض المتعلقه بالدم اللي يتم التركيز عليها بشكل خاص في الفحص. طيب دكتور، الفحص الجيني، شو هو اصلا الفحص الجيني لو نشرح للمستمعين عنه؟ نعم. الفحص الجيني حقيقة هو القيام بإجراء فحص جزيئي أو ما يسمى بالمولكيولر تيستينج للجين المسؤول عن الظاهرة المرضية. يعني حتى أمراض الدم الوراثية اللي ذكرتها الحين هناك جينات أو طفرات لجينات محددة معروفة هي ممكن تكون السبب وراء هذه الظاهرة. حقيقة السؤال هذا جيد أختي خلود، يعني أحييك عليه، لأن احنا بإذن الله يعني الأمر لن يقف فقط عند ثلاث أمراض هذه، وإنما هناك خطط تحت الدراسة حاليا تخضع للإمكانيات والاحتياجات على حسب سياسة وزارة الصحة إن شاء الله، اللي في النهاية تستهدف الحد من تنامي الإصابة بمعدلات الأمراض الوراثية. هذه الدراسة حقيقة يعني حاليا تخضع لتوسعة الفحص قبل الزواج ليشمل الفحص الجيني لمجموعة كبيرة من الأمراض الوراثية ذات المسببات الجينية. الإشكالية عندنا في عمان أن هناك 51% من مجمل الأمراض الوراثية هي من الأمراض الخلل الجيني الواحد المتنحي، بمعنى أن 51% من الأمراض عند أشخاص ممكن يكونوا حاملين للصفة المرضية هذه ولكن لا تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي حين التزاوج هناك نسبة 25% من إنجاب طفل مصاب، وهذا طبعا من الحياة. فالفحص الجيني يختص بالفحص عن جينات محددة لأمراض نسميها احنا متنحية، بمعنى أن يكون الشخص حامل للصفة المرضية لكن لا تظهر عليه الأعراض، وهذول احنا اللي نستهدفهم. جميل. يعني دكتور يعني الفحص الجيني مدى أهميته، يعني اليوم أنا مثلا لما على سبيل المثال أعمل حملة أقول يا جماعة الخير اللي بيزوج لازم أيضا يكون في فحص جيني، وأركز على هالموضوع، لازم أبين لهم الأهمية، وين تكمن الأهمية في إجراء مثل هذا الفحص؟ وحقيقة يعني حتى في العالم كله بعد تطور التقنية التشخيصية الحديثة في مجال التشخيص الجيني يعني متطورة حديثا حقيقة، وبالتالي يعني توافر الخدمة هذه في عمان إن شاء الله راح يكون عن قريب، باعتبار إن إحنا بدينا من حيث انتهى الآخرون وإحنا يعني شغالين في هذا المجال. أهمية الفحص الجيني أرجع وأقول نفس الجملة اللي ذكرتها، إن قد يكون شخص ما حامل للصفة المرضية الوراثية بسبب الخلل الجيني الواحد وهو ما عنده خبر، بمعنى ما عنده أعراض. يعني هنا تكمن الأهمية. الفحص الطبي قبل الزواج حقيقة اللي حاصل مثل ما قلت لك الحين قبل شوي موضوع أمراض الدم الوراثية هم مهم بعد، والإقبال عليه يعني هو مشجع، لكن احنا نطمح للمزيد. احنا لو قدرنا نغطي الاحتياجات هذه باعتبار أن أمراض الدم الوراثية تشكل يعني عدد كبير، بمعنى احنا عندنا من 3.5 إلى 4.7 ولادات مصابة بأحد أمراض الدم الوراثية من بين كل 1000 ولادة حية.
وإحنا عندنا عدد 10% تقريبا من العمانيين يحملون جينات لنيمة المنجلية يحملون بمعنى إن ما تظهر عليهم الأعراض. طبعا هذا اللي جاري حاليا. بس أرجع لسؤالك، أهمية الفحص الجيني هو البحث عن الأشخاص اللي حاملين للصفة المرضية من لا تظهر عليهم الأعراض. طبعا الخدمة هذه تحتاج إلى إمكانيات هائلة حقيقة، وتحتاج كذلك إلى قاعدة بيانات، يعني هي تتوفر شيئا فشيئا. طبعا أنا أحب أقول أوضح هنا إن إحنا نسعى وندرس هذا الوضع على أساس نتوسع إن شاء الله الفحص الجيني قبل الزواج، من أجل لأن هو الأسلوب الوحيد للحد من ولادة أطفال مصابين بأمراض جينية تؤدي إلى تشوهات خلقية وما يعني يصاحبها. ما يوجد حاليا علاج يشيل المرض الوراثي من جذوره، وإنما العمل فقط على الوقاية. الوقاية بالتوعية ونشر الثقافة التوعوية الخاصة بالصحة الوراثية، وكذلك بإجراء الفحوصات متى ما توفرت. دكتور، يعني قبل ما نتكلم عن عيادة الفحص قبل الزواج، يعني مسألة يمكن الفحص إذا الواحد راح يقدم عليها راح تكون يمكن الخطوة الأخيرة بعد مسألة الاتفاق على الزواج وغيره. فتخيل يعني الاثنين يروحوا ويعملوا فحوصات وتطلع عندهم بالفعل جينات مثلا تحمل هذه الأمراض الاثنين، يعني هنا انتوا ايش دوركم ايضا؟ يعني ايش يعني خلينا نتخيل المشهد حتى دكتور. صحيح كيف تقنعوهم انه والله ما يستوي يعني ترى؟ نعم لا ما نقول كذا، احنا ما تتحدثي عنه هو واقع، يعني بحكم الخبره والتجربه ما كل اللي ذكرتيه هو واقع يكاد يكون متكرر حقيقة كثير. هو يعني احنا دورنا فقط يعني بعد إجراء الفحص في أي مرحلة، احنا نشجع ان يكون قبل حتى نريد نشيل كلمة الزواج هذه، يعني نريد نخليه فحص لكل مواطن، يعني هذا هدفنا، بحيث يعني ما يكون الأمر متعلق بالزواج، لأن يعني أحيانا قد تكون التحامل لطفرة مرضية ما تشكل مرض، وبالتالي إذا فحصنا قبل الزواج ربما تشكل يعني وسمة، وبالتالي ندخل في متاهات اجتماعية كثيرة. وبالتالي الفحص هذا اللي بنطلع منه من كلمة قبل الزواج ليشمل يعني مراحل سنية كثيرة. طبعا هذه الحالات اللي ذكرتيها أختي خلود موجودة وتحصل كثير. احنا دورنا فقط إجراء الفحص، ومن ثم في تقنية في العلاج الصحة الوراثية، يعني اليوم أصبحت مفهوم مختلف ومستقل بذاته. في تقنية في تقديم النتائج تسمى تقنية الإرشاد الوراثي، والإرشاد الوراثي هو شرح النتيجة وطرح طريقة التوارث والاحتمالات المتوقعة من غير ما يكون لنا أي دور في دفع صاحب القرار اللي هو المقدم على الفحص في اتخاذ القرار. جميل أبدا لا نتدخل في هذا الشيء، وإنما نراهن حقيقة على مدى ارتفاع الوعي العام للمواطنين في هذا المجال اللي حقيقة يبشر بخير. يعني أنا أكلمك من واقع تجربة أختي خلود، يعني الناس تحب، خاصة المواطنين يحبوا يعرفوا أكثر فأكثر عن الصفة المرضية الوراثية اللي موجودة في العائلة. خبرني دكتور كيف حسيت تجاوب الناس، يعني من خلال تجربتك، يعني هل بالفعل كان في تجاوب منهم كانوا حابين يعرفوا اكثر عن الموضوع؟ والله يا اختي خلود احنا في مركز مرجعي، احنا حقيقه ندير يعني الامور هذه بشكل مركزي، لكن اشتغلت انا في اماكن عديده في مثل هذه العيادات الفرعيه، في اقبال من الناس طبعا. جميل. لكن نعتقد اختي ان يعني يحتاج يكون اقبال اكثر، وبالتالي نستغل كل وسيله اعلاميه من اجل نشر هذه الثقافه وهذه التوعيه. يعني نحاول نبلغ ان يجب الاتجاه للفحص قبل الزواج. أنا أبنتقل من نقطة أخرى، الفحص قبل الزواج ليس فقط إجراء وأخذ عينة الدم، وإنما يعني أي حد مقبل على الزواج وهناك يعني مرض وراثي موجود في العائلة ربما لشخص ما قد توفى أو يعني من طرف بعيد، أنا أشجع هذا الشخص إلى اللجوء للعيادات المتخصصة في المستشفيات المرجعية من أجل السؤال عن هذه الظاهرة، وبالتالي إذا بإمكان يعني إجراء فحص في الشخص المتقدم بعد ما يحط طبعا تشخيص مبدئي لمثل هذه الحالات. القصد منه البحث عن المعلومة، البحث عن المعلومة جدا مهم من أجل رفع الوعي العام، وبالتالي التعامل مع المشكلة المرضية الوراثية في العائلة تعامل أرقى وأفضل ويؤدي لنتائج أحسن. عيادات الفحص قبل الزواج يعني أنشأتها وزارة الصحة في كافة مناطق السلطنة تفحص المقبلين على الزواج، وتحديدا مثل ما ذكرت حضرتك عن أمراض الدم الوراثية. يعني هل الفحص مقتصر فقط على هؤلاء المقبلين، ولا حتى اللي عنده أقارب مصابين بهذه الأمراض، وبالتالي حتى لما تصير عملية الفحص يتم أيضا وضع كل هذه الاعتبارات؟ لا هو حقيقة متاح لكل،
ولكن يجب أن يكون هناك يعني أولويات، سياسة الأولويات هذه طبعا تفرض نفسها من أجل يعني الجودة في الخدمة. يعني إحنا نفضل الناس المقبلين على الزواج ومن الذين لديهم يعني تاريخ عائلي أو حتى فكرة عائلية عن الموضوع، ولكن طبعا هو متاح للكل على حسب الإمكانيات الموجودة في كل مستشفى مرجعي. طبعا الأمر بحاجة إلى تطوير، الخدمة بحاجة إلى توسعة، هناك مجموعة من الأجهزة يجب أن تحدث والوزارة شغالة في هذا المجال. يعني أحب أطمئن إن السياسة هذه يعني ماشيين فيها وزارة الصحة وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور أحمد السعيدي على أساس دعم مثل هذه الخدمة بقدر الإمكانيات المتوفرة وكذلك قدر الاحتياجات. الهدف في النهاية المتفق عليه الكل هو الارتقاء بصحة المواطن، رفع جودة الحياة، الوصول لنتائج أفضل من أجل المجتمع بناء. هذه شيء متفقين عليه جميعا، لكن نحاول أن نضعه على حسب الخطط المدروسة اللي تستند على الحاجة الملحة وكذلك تستند على الإمكانيات المتاحة. طيب دكتور، كيف يتم الفحص الجيني؟ يعني خبرني عن ما يتعلق بهذا الفحص تحديدا، نشرح للمستمعين عنه شوي. هو يجب أن يكون هناك تاريخ عائلي محدد أو حتى حالة في العائلة موجودة، وأحيانا يتواجد نتيجة فحص أجري في مكان ما ربما يعني أدى إلى تحديد مكان الطفرة. هذا راح يسهل أن احنا نقوم بالفحص يعني لجين محدد، ربما يوفر علينا الوقت والجهد والمال والطاقة. بس الإشكالية اللي حاصلة الحين أن يعني احنا في المركز الوطني للصحة الوراثية يعني في مرحلة نمو حقيقة، وإن شاء الله يعني بإذن الله راح نصل للمرحلة اللي نقدر نفحص فيها عن كل الأمراض الوراثية المعروفة في السلطنة بعد تحديد طفراتها اللي هي أوردي يعني أو خلاص يعني شغالين فيها في هذا المجال. إن شاء الله إن شاء الله يتم أخذ عينة يعني من الشخص المصاب، وبالتالي نتيجة الأعراض اللي ذكرها وحتى إذا في طفل مصاب أو شخص مصاب في العائلة يوضع تشخيص كلينيكي مبدئي، ومن ثم البحث عن الطفرة المسبب لهذا المرض المصاحب في الشخص المتقدم للزواج من بين يعني إذا كان حامل للمرض أو إنه سليم. جميل دكتور، يعني كلمة أخيرة حابة توجهها لكل المقبلين على الزواج فيما يتعلق بأهمية الفحص الجيني قبل الإقدام على الزواج يمكن بشكل خاص. وحقيقة أنا دائما يعني دائما في كل لقاء أو أختم كلامي بإني أطلب من إخوتي البحث عن المعلومة أو الاهتمام. إذا كان في تاريخ عائلي لمرض وراثي معين يجب الاهتمام بالبحث عن المعلومة عن طريق المراجعة للأطباء المختصين، وبالتالي عدم الإقدام على يعني أي خطوة أخرى إلا بعد معرفة ماهية المرض في العائلة، طريقة توارثه، أو إذا بالإمكان ممكن تشخيصه. طبعا حاليا يعني إحنا ما يعني نسعى لأن يكون عندنا كل التقنيات بإذن الله اللي تساعدنا في الفحص الجيني، سواء فحص الجينوم الكامل أو حتى الفحص المستهدف لجينات محددة على حسب قائمة الأمراض المعروفة في عمان. وهذا إن شاء الله يعني في مراحل تطور إن شاء الله مرضية وراح نصل لها قريبا جدا إن شاء الله. فأنصح يعني جميع المقبلين على الزواج يعني إما طبعا يقوموا بفحص الأمراض الدم الوراثية، كذلك إذا في تاريخ عائلي معروف لديهم يجب أن يتجهوا إلى العيادات المتخصصة من أجل السؤال عن هذا المرض، لربما نصل إلى تشخيص معروف ونقدر نعمل فحص محدد نحدد فيه الحامل من المرض وممكن نحد من تنامي معدلات الإصابة في النهاية. يعطيك العافية الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء السريع، لنا إن شاء الله لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا. يعطيك العافية. تسلم دكتور.